هنتكلم في ده برضو تاني، لكن قصة مواجهة مشاكلنا طبعا الإصلاح صادقا أكتر حاجة أو أول محطة لهذه المواجهة، لكن في كتير من الملفات لما شفنا طبعا موضوع العشوائيات في قصة مثلا المخالفات البنى إعمال دولة القانون إنه مش هنسمح بأي تجاوز وبأي مخالفات، فيعني مواجهة الدولة لهذه المشاكل وإعلام المواطن المصري بيها. أنا لسه والله قبل ما ابتدي الحلقة كنت قاعد أكتب فكرة مقال على يعني كيف يستطيع أو هل يستطيع الرئيس السيسي التغلب على وحش الفساد في المحليات البناء. احنا عندنا ثقافة ترسخت من سنوات طويلة جدا اسمه فساد المحليات، مش المسؤولين كلهم زي الفل، بتكلم على طوال السنوات بي حضرتك عشان تروحي حي من الأحياء أو جهاز من أجهزة المدن عشان تعملي رخصة أو بتاع لازم يطلع إيماناتك وعشان تاخدي رخصة، ولو عايزة تخلفي هتخلف وتدفعي فلوس. وبالتالي العشوائيات اللي تمت هي العشوائيات، هل الراجل صاحب العمارة هو لوحده اللي كان مخالف ولا خالفه سمح له كمان فاسد كبير؟ فلما الرئيس في الفترة الأخيرة في الشهور الأخيرة خد مجموعة من القرارات المهمة جدا لما وقف البنى، وثم بدأنا نتكلم على إجراءات جديدة في الترخيص. هذا الأمر إذا قدر له أن ينجح ويستمر وإن شاء الله يحدث هيبقى قضينا على جزء مهم جدا من أسباب المشاكل في مصر. من أول المخالفات البناء مش مجرد بنا مخالف، لا فيها ثقافة مخالفة، فيها عشوائيات. التكاتك دي برضو مش مجرد مركبة اللي هي بتمشي بدون نمر وبدون سواق وبدون أي شيء، فيها مخدرات وفيها أغاني هابطة وفيها سلوكيات سيئة، ثقافة على بعضها. فأنت لما ترجعي لما تقدري تمنعي المخالفات دي هتقدري تصلحي معاها في الطريق. ازاي الناس تقدر ما ترميش لمؤاخذه زباله قدام بيوتها؟ ازاي يتعودوا على ان المكان نظيف؟ ازاي ان مش الناس وحدها، المسؤولين نفسهم يحترموا ده. لانه المشكله الكبرى هي كيف تردعي الفساد والمخالفين ان هم يوافقوا على هذه المخالفات.